المرافق له. السيد مدير الوادي في جهة مراكش آسفي، والسيد نائب رئيس جماعة مراكش، والسيد مدير التربية الوطنية والتعليم والشباب. أيها الحضور الكريم، كل باسمه وصفته، السادة أعضاء المكتب المديري لعصبة مراكش آسفي لكرة القدم، شعب مدينة مراكش الحمراء اليوم الحاضرة القديمة والمتجددة للمملكة المغربية، ومن خلالها عصبة مراكش آسفي لكرة القدم، وكل الرياضيين باستضافة هذا اللقاء التاريخي والفريد من نوعه، والذي يؤرخ لتأسيس علاقة تعاون وشراكة من خلال بروتوكول شراكة رياضية نموذجية بين كل من العصبة الجهوية للوسط بوركينا فاسو لكرة القدم وعصبة مراكش آسفي لكرة القدم، وهي مبادرة تأتي في سياق ملاتم جدا يتميز بالخطوات والمبادرات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرياضي الأول في تكريس البعد الإفريقي للمملكة المغربية في عمقها القاري، ولعل أهم تجليات هذه السياسة الملكية الرائدة احتمال التعاون جنوب جنوب كوبيراسيون سود سود، إحدى الآليات لتحقيق تنمية شاملة لكل المجالات عبر تبادل الخبرات والتجارب، وأيضا البحث عن سبل وآليات جديدة للتنمية الشاملة. إننا وإذ نرحب بضيوفنا الأعزاء القادمين من بلد إفريقي شقيق وهو جمهورية بوركينا فاسو، وعاصمتها وكذا المدينة الحية والمتحركة بطاقتها الشابة والنشيطة. هذا البلد الذي تربطنا معه علاقات اقتصادية واجتماعية وتعاونية متنوعة في عدة مجالات، بناء على رغبة قوية من قادة البلدين الشقيقين. إضافة إلى ذلك، فمدينة مراكش التي تبتهج باحتضان قاعة قصر البلدية على التوقيع التاريخي، وجب التذكير أنها تربطها بمدينة وكذا اتفاقية توأمة التعاون والشراكة منذ سنة 2005، وتشمل عدة مجالات مرتبطة بالتنمية الحضرية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وهو ما يمثل ضمانة كبيرة من أجل الدفع ببروتوكول التعاون بين العصبة في الاتجاه الصحيح، ويوفر لها آليات وسبل النجاة لتحقيق كامل الأهداف المتوخاة من هذا التعاون النموذجي جنوب جنوب. إننا في عصبة مراكش آسفي لكرة القدم، والمنضم تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نطمع إلى استثمار كل الإمكانيات المؤسساتية وأيضا في السياق الإيجابي الذي يتميز بإرادة ملكية خاصة بتحقيق التعاون الإفريقي بمنطق رابح رابح، وهو ما يشكل ضمانة أكيدة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، حيث تضع العصبة كامل خبراتها ومواردها من أجل إنجاح هذه المبادرة والدفع بها إلى الأمام. ولا يفوتني في هذه المناسبة السعيدة أن أشكر كل من والي جهة مراكش آسفي والسيدة رئيسة جماعة مراكش، والتي هي في الوقت نفسه وزيرة في حكومة المملكة المغربية مكلفة بقطاع هام جدا يهم السكن والتمييز وإعداد التراب وسياسة المدينة، على احتضانها لهذا التوقيع التاريخي وكل المتدخلين الآخرين الحاضرين معنا، وهو ما يمثل إجماع كافة النخب على تثمين هذه المبادرة
وتوفير سبل النجاح لتحقيق أهدافها النبيلة. أتمنى صادقا لوفق العصبة الجهوية للوسط لكرة القدم مقاما طيبا في مراكش، مؤكدا لهم حرصنا الراسخ على الالتزام بكل ما جاء في بنود هذا الاتفاق واتخاذ ما يلزم لتنفيذ أهدافه عبر وضع آليات للمتابعة والتقييم. وإن شاء الله في القريب العاجل سننتقل إلى مدينة وقفه من أجل إتمام عقد الشراكة وإعطاء الانطلاقة لتفعيل بنود هذه الشراكة وترجمتها الأمنية. والله ولي التوفيق. عاشت المملكة المغربية، عاشت جمهورية بوركينا فاسو. السيد العلوي مدني عبد العزيز رئيس عصبة مراكش آسفي. لابد أن يكون من نتائج إيجابية تحصل لأنديتنا من خلال مثل هذه الاتفاقات ومثل هذه الشراكة. نسعى على الاستفادة، نسعى إلى تبادل كما قلت الخبرات والتجارب، نسعى إلى الاستفادة من التكوين، والتكوين اللي تتعرفوه وتعرفوا العالم الآن وهو الكرة الإفريقية لها مكانتها في الفتيان وفي الصغار، والقارة الإفريقية يعني بلد خصب في هذه الناحية. ولما لا نسعى من مثل هذه التجارب ومن استفادة من مثل هذه التجارب ومن هذه الخبرات. وأيضا مثل هذه الاتفاقات ستكون إيجابا على أنديتنا وعلى عصبتنا. لقاو من هنا للقدام يعني مباريات ودية ما بين الفرق ديال العصبة مع الفرق البوركينا. هذا هو المبتغى، وهذا هو اللي تنسعى ونحققه مع الوفد الذي حضر عن عصبة مع السيد الرئيس، باش تكون مباريات ودية، مباريات في التكوين بطبيعة الحال ودوريات، وخصوصا أن الأفارقة يرغبون أيضا في التربص في بلد المغرب، وهذا التربص في بلد المغرب لا بد أن نستفيد منه. ولماذا لا نستفيد منه بمثل هذه الاتفاقات وبمثل هذه الشراكات اللي هي بطبيعة الحال ستكون إيجابا على أنديتنا وعلى عصبتنا.